بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام. ممكن تتلو علينا أي حاجة تانية من اللي أنت حافظاه يا سجا؟ نعم. الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهجع الرشاد أمد أرباب النهى وراسما شمس البيان في صدور العلماء فأبصروا معجزة القرآن وحيدك وضيحة بساطع البرهان وشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوت عليه من أسرار فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكرة على حياضه ثم صلاة الله ما ترنم حاد يسوق العيسى في أرض الحما. اللهم آمين يا سجا. انت زرت مصر يا ساجا وموجودة دلوقتي في مصر وزرت اماكن كتير في مصر. نعم. قولي لنا بقى ايه الاماكن اللي انت زرتيها وحبيتيها. حديقة الحيوان اكتر مكان حبيته وزرت جامع الازهر الشريف وجامعة الازهر الشريف والمشيخة الازهر الشريف وزرت الاهرامات وزرت سوق العتبة والعباسية سوق العتبة كمان. اشتريتي حاجات بقى؟ اشتريت ايه؟ اشتريت شنطة واشتريت منبه لنا ولاخواتي طبعا واشترينا يعني ودي اشتري ساعة ناطقة ان شاء الله. ساعة ناطقة؟ طب والاهرامات بقى عجبك فيها ايه بقى الاهرامات؟ الحنطورة اكتر ايش كيفت عليه بس بعرف ان الاهرامات انبنت من زمن الزمن يعني. انت ايه رأيك في مصر بقى؟ حلوة وكل اللي فيها محترمين وكويسين كمان هي بلد للي مالوش هي أم للي مالوش أم وهي بلدنا التانية احنا بنسافر عليها لأنه الصعوبات عنا ما بنقدرش نسافر عليها هي الوحيدة اللي بتستوفينا مصر. بتحب مصر؟ نفسك ايه بقى تعمليه في مصر لسه ما عملتوش؟ بس اول اشي نفسي ارجع لاخواتي وبعدين ان شاء الله ربنا يسهل. طموحك ايه بقى تبقى ايه في المستقبل؟ طموحي اقرأ في جامعة الازهر الشريف ويعني واتعلم فيه واصير محاضرة فيه. يعني ان انت ترجعي وتعيشي هنا في مصر بقى وتدرسي في الازهر؟ ادرس في الازهر وبعدين ارجع فلسطين. بس انت شاطرة يعني عشان تدرسي في الازهر؟ نعم الحمد لله. حد وعدك بده وقالك ان انت عندك امكانية ان انت تبقي استاذة في الازهر بعد كده؟ اول اشي الكلية يعني عميد الكلية اللغة العربية عبد إبراهيم الدكتور أحمد. الدكتور صحيح الدكتور عبد إبراهيم أحمد حكى لي إنه لازم أنت تيجي تحضر عندنا. يعني وعدك؟ لا حكى لي إنه لازم تيجي تحضر عندنا لما أكبر إن شاء الله.